بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. عندما يصبح الرجوع إلى الحق خطيئة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة حلقة الخميس من برنامجكم ملك كتابة، الحلقة رقم 663. حلقة مهمة جاية في توقيت كويس، الناس فرحانة والناس مبسوطة وروح الفانيلا الحمراء تألقت وتوهجت، لكن المهندس عدلي أراد أن يفتتحها باستهلالة فلسفية شوية. هنرجع له إيه سبب هذه الاستهلالية، لكن خلينا أقول لكم سريعا أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله، والأهلي لا يطالب بغير العدالة. الغربال، لمثل هذه المواقف خلق الأهلي. وبعظمة لسانه الشناوي والقضية الكاشفة الكاسفة. الشموع الحمراء، عبد الخالق ثروت باشا. أسرار الملك فلافيو والرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز العناوين، لكن ضربة البداية اللي هنلعبها مع المهندس عدلي دائما معاكو. مقالي ومقاله، والأهلي لا يطلب غير العدالة. وحين تكون العودة للحق إيه؟ رذيلة؟ هو المفروض إنها فضيلة، لكن اتقلبت في مصر إلا خطيئة. خير؟ بص يا سيدي، بصيت في موضوع الشناوي، الكل كان يطالب بالعدالة، وإن الشناوي لم تطبق عليه يعني أركان العدالة في العقوبة أو التوصية المتسرعة بإيقاف 4 مباريات، ولم يحصل على أي بطاقة من الحكم. وقيل وقتها أن الحكم لم يذكر شيء إلا يعني فيما بعد لما طلب منه. الكل كان يرى أن هذه العقوبة مصيرها إلى التخفيف، لأنها ما كانتش من الأول منطقية. فلما يرجع اتحاد الكرة إلى الحق، المفروض نقول له شكرا، فضيلة. ولكنها إزاي الأهلي يعني يتعمل ياخد حقه، جزء من حقه على فكرة، لأن الناس اختزلت حق النادي الأهلي في عقوبة الشناوي. المسألة أكبر من كده بكتير، إن في تم إلغاء هدف صحيح بكل المعايير. مالكش دعوة بقى بالناس اللي ليها مصالح هنا ولا هناك، لكن بكل المحايدين اللي من خارج مصر قالوا الهدف صحيح 100% ودللوا عليه بأكثر من طريقة. إذن كان ينبغي أن يكون الرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن شيء له كل اللي قالوا إزاي العقوبة دي اتخذت وده مش عدل، هم اللي قالوا إزاي ترجعوا في العقوبة، وكأن الاستئناف جعل لتأكيد الظلم. دي توصية رفعت لمجلس الإدارة حلل، وهو لولا أن القرار يعني أو اتسرب بدري، أو التوصية ما كانتش قرار، اتسربت بدري قبل نهاية الجولة الأولى، لو كان يستنوا يوم واحد كانوا قدروا يسمعوا كل الآراء دي ويصلوا إلى نفس النتيجة وربما أفضل. صحيح، ولكن ده اللي هنناقشه بالتفاصيل. دي هي دي كانت القضية، ولذلك أن حتى في أطراف أخرى غير متداخلة في الأزمة إلا إذا كان لها بعض المصالح طلعت بيانات وقالت إحنا عايزين اتحاد الكرة يلتزم بالعدالة. حلو قوي، شكرا. والأهلي طالب إيه غير العدالة؟ شكرا. بالظبط، شكرا يا رب. الأهلي قال لكم إيه من الأول غير العدالة؟ خليني هنا، هي دي كانت قضية تصفية الحسابات بالمعنى الحرفي والدقيق. الأول لجنة الحكام بكل المشاكل اللي بين الحكام مع بعضيهم، مناقشة قضية الفار واللي حصل واللي فيها، وحتى لدرجة التسريب من داخل غرفة الفار، كل الكلام ده كان نتيجة تصفية حسابات بين أسرة التحكيم اللي نتمنى أن في يوم من الأيام تنتهي. ثم ارتفعنا درجة شوية، بقت تصفية الحسابات مع اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكورة، ودي لجنة عارفين حضراتكم قصة تعيينها، وعينت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم علشان تدير الاتحاد في هذه المرحلة خلفا للجنة الخماسية. أعتقد كل الناس اللي متابعة عارفة ما يتعرض له المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة ولجنته.
والدنيا واضحه وصريحه جدا لدرجه ان كل الناس اللي بتتفرج بقت الامور شايفه والورق كله على الترابيزه مكشوف. تعرض المهندس احمد مجاهد واللجنه لضغوط شديده جدا شديده، في الاول في انتقاد اللي حصل، ثم في مهاجمته على اتخاذ الاجراء القانوني اللي المهندس عادل اشار اليه، تصويب الامور بالشكل القانوني. اذا كان اللي صدر عن اداره المسابقات او عن لجنه المسابقات توصيه، وهنا الحقيقه المشكله حتى لدى الناس اللي عايزه شويه تتكلم في الاداره وشويه تتكلم في اللوائح والقوانين. واعتقد احمد مجاهد لو ما عندوش مزايا او سمات ممكن تحاسبوا عليها، هتظل حته الفهم القانوني عنده واضحه جدا، وحته انه باستمرار متجرد من علاقات المصالح في الجبلايه فمخلياه شويه عنده باور. لكن لما تعرض لهذه الضغوط هو ايه اللي حصل؟ لجنه المسابقات او اداره المسابقات طلعت توصيه. هو مش معروف دايما ان اللجان بتطلع توصيات؟ طبعا. اولا ما فيش لجنه مسابقات. اه. اقول لك اكتر من كده؟ ايوه. ما فيش مدير اداره لجنه المسابقات. في سيد بخيت مدير الاداره. بص يقوم بالعمل. ايوه. ولكن الذي يشرف عليه مين؟ الشناوي؟ الشواربي. الشواربي. استاذ محمد شواربي عضو المجلس. عضو اللجنه الثلاثيه. فمنطقي جدا ان دي يبقى راي جاء بناء على تقرير من لجنه الحكام. أيوة. اللي هي لم تستند الى تطبيق المعايير في توقيع العقوبات، اللي هي لازم تبقى بناء على يعني قرار من الحكم، وقرار الحكم هنا كان ينبغي ان يكون مصحوبا بقرار اداري وهو ما لم يحدث. ايوه. والاستاذ ابراهيم فايق ساعتها قال لحد اللحظه دي الحكم ما كتبش حاجه تدين لحد اللحظه دي. وخلي بالكم كلمه لحد اللحظه دي. ايوه. اذا هو راى ان هناك ضغوط عشان الحكم يكتب شيء. أيوة. ما علينا من كل الامور دي، لكن لما تيجي بقى الامور طبقا للاجراءات، والاجراءات ركن من اركان تحقيق العداله دائما في اي حكم. ويرجع اتحاد الكوره انه يصوب الامر، ويتوقف الامر عند ذكر عقوبه تخفيض عقوبه شناوي. لم يتطرق احد الى تخفيض عقوبه محمود وادي. اللي هو بيراميد، واللي هو هيلعب قدام الاهلي بالمناسبه. يعني خفضت عقوبته هيلعب قدام الاهلي. كنتوا عايزين تربطوا الناس اللي عايزه تدافع وتقول لك طب ما انت خففت الشناوي عشان تخفف وادي. قبل كده لم يلتفت احد الى ان نفس العقوبه اللي خد عليها وقتها رمضان صبحي عقوبه اداريه في الملعب واتبعها كارت احمر ثم عقوبه بمباراه واحده. ما هو يعني فين يا اللي عايزين المسطره الواحده؟ فين هنا المسطره الواحده بقت كده؟ نفس التصرف نفس العقوبه. هنيجي بقى واحنا بنناقش التفاصيل هنخش بقى في حاجات تانية كتيره، لان انت ساعات بتقارن بين اخطاء بتاخد عقوبات ومش عاجبك. ده في ناس ما بتاخدش عقوبه اصلا. لا تذكر في التقارير. ولما تيجي تكلمهم يقول لك اصل الحكم لم يذكر. وفي عقوبات تاتي بعد ان اللاعب يلعب ويكسب فرقته وبعدين يصدر القرار. أيوة. يقول لك اصل اللجنه ما اجتمعتش عشان الجوله ما انتهتش. الله، الجوله ما انتهتش؟ طب ما الجوله ما انتهتش مع الشناوي. كان ممكن تطلع بعد بالمسطره دي بقى، كان ممكن تطلع بعد ماتش المقاولين. كل الدنيا انك انت لو توحد المسطره انت اللي بتقيم وبتنتقد وبتحلل هترتاح جدا لو انت عايز توصل للحقيقه. لكن لو انت عايز توصل للحقيقه اللي انت في دماغك وتريد ان تزرعها وهي زرعت الواه تزرعها كحقيقه هتلاقي التناقض ده. عشان كده في تفاصيل كتيره جدا في هذه القضيه، لان زي ما قلت لكم قضيه الشناوي كانت كاشفه وكاسفه، وهنجيلها بالتفاصيل وبعظمه لسان كل واحد قال ايه. وهنفكركم ساعه لما كان بيقطع في هدوم احمد مجاهد ووجيه احمد كان السبب ايه، وبعد ما العقوبه تم رفعها او تم تخفيضها بناء على ان دي توصيه عرضت على اللجنه. تم تصحيحها. تم تصحيحها بناء على سند قانوني هقوله لكم لما نيجي لفقرتها. رجعنا تاني نقطع في هدوم نفس الناس، وكانها فعلا القضيه الكاشفه والكاسفه في ان واحد. لكن خلينا دلوقتي سريعا نستعرض مع حضراتكم ابرز ما في الغربال.
لمثل هذه المواقف خلق الأهل يا باشمهندس. طبعا مبروك. الحمد لله، لان يعني انت وانت جاي في ظل نتيجه المباراه بيبقى المود بتاعك وبيبقى حتى الفقرات بتاعك. اقول للناس واحنا جايين في العربيه انت كنت عامل ازاي؟ لا الله يسترك. لغايه ما كانت القفشه ممكن. طبعا. انا نازل من البيت يا استاذ ابراهيم واحنا مغلوبين 2-0. ركبت العربيه، يعني بقينا نسمع الراديو على استحياء ويجي لنا تليفونات. الاول كانت غاضبه وبعدين يعني مرتاحه شويه وبعدين متفائله وبعدين بتبارك. يعني احنا عشنا الاجواء دي كلها خلال اقل من ساعه الا ربع في العربيه. ما هو عيب الماتشات ده جون قفشه، ده طاهر، جون طاهر افتتحها طاهر. ايه ده الجميل، الجون الجميل ده. طيب اتفضل يا باشمهندس. فانت بتيجي يعني وانت بتتعامل مع كل هذه شريف. تمام تمام تمام، شريف جدا. شريف وطاهر البديلين نزلوا غيروا. لا دي كلها صفات كويسه، ده طاهر وشريف. ده مفيش احسن من كده. الله، والقفشه ممكن، قفشه ممكن. اجوان كلها جميله جدا، ودي عايزين نشوف الاجوان اللي دخلت فينا برضو يا جماعه. يعني ما احنا بنحلمح. طيب. عايز اقول لك بقى بعد التحول الكبير، لانه قفشه مش عارف ضغط على اعصاب الناس، كل ما الناس تتعشم في حاجه يطلع لها قفشه زي عفريت العلبه اللي بوظ احلام ناس كتيره جدا ويضلمها على ناس. بس برافو جدا، تغييرات بيتسو موسيماني اللي عمل الاسيست بتاع شريف ده. مين؟ ما مش باينه من هنا. في ملاحظات كتيره، لكن خليني اقول لك بعد هذا التحول وبعد ما الاهلي استدعى فعلا روح الفانيلا الحمراء اللي قلبت الموازين في الشوط الثاني، هقول لكم بعض المواقع كانت نظرتها ايه للمباراه. اليوم السابع قال ريمونتادا الدكه ترفض السقوط وتقود الاهلي لافتراس الذئاب 3-2. يلا كوره برضو على نفس النغمه في التاكيد على تاثير تغييرات بيتسو موسيماني، قال دكه الاهلي تحول تاخره بهدفين امام المقاولون لفوز وصدارة مؤقتة للدوري. موقع في الجول قال المارد لا يسقط أمام الذئاب، الأهلي ينتصر على المقاولون بعد عودة مثيرة. بوابة أخبار اليوم قالت الأهلي يستعيد الصدارة بريمونتادا في مرمى المقاولين. صدى البلد قضية قفشة تقود ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون وتمنحه صدارة الدوري. بوابة الشروق الأهلي يحول تأخره على المقاولون بفوز ويتصدر الدوري. القاهرة 24 الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون بثلاثية ويقتنص صدارة الدوري مؤقتا. والأهلي مش بتاع مؤقتا، خدوا بالكم، هي دي حقيقة الدوري المصري. كل الناس تتنافس وكل الناس تسعى، وفي النهاية الأهلي بهذه الروح وبهذه الثقافة وبهذه العلاقة التاريخية له مع بطولة الدوري يأبى دوما إلا أن يفوز. شوف يا أستاذ إبراهيم، كل العناوين دي لما فاز الأهلي النهاردة كانت هتقلب. أيوة. هي التشكيك في اللعيبه، تشكيك في موسيماني، وكيف انه قضى على طموحات اللاعبين، وكيف انه دائما بيضيع الدور الشوط الاولاني وبعدين لا يسعفه الوقت في الشوط الثاني، وكيف انه وكيف انه وكيف انه وكله في الاتجاه السلبي. ايوه، الفوز النهارده بيقلبها على وشها. ده او ده. الفوز النهارده اولا ده بيفكرني الاول، بس لازم نقول سمات النادي الاهلي. ماتش الاتحاد السكندري في 2005 ايام مانو جوسيه، لما كنا متاخرين 2-0 في الشوط الاولاني، وماكي جاب جول وكاستيلو جاب جولين بنفس الطريقه الريمونتادا. أيوة. اللي كانت غريبه، كان قاعد جنبي بقى، كنت لسه بروح الماتشات. يمكن الماتش ده من الماتشات اللي خلتني اخد القرار. لاني قاعد كل شويه، ايه القرف ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا الله، ايه ده؟ يعني بتعيش اللي انا عشته في العربيه، بتعيشه بقى على الطبيعه وناس بتكلمك في كل كوره. فانا بوفر على نفسي الرغي كتير في المهد. طبعا طبعا كمان وانت بتستعد، ما انتش ناقص لخبطه بقى، وناقص يعني ماتش بيراميد، ماتش مهم جدا، مهم جدا وحاسم جدا اللي جاي، وانت بعديه هتتهيأ انك تسافر بطوله العالم. هي دي بقى، هي دي بقى، لان دي ملحوظه مهمه جدا. إيه؟ هي دي صديقنا العزيز الناقد الرياضي المتميز الاستاذ مصطفى جمعه في الكويت بعت لي مقاله يا باشمهندس على
مصطفى جمعه بتاعنا على الذهنيه الصحفي، على الذهنيه غير مصطفى جمعه بتاع القناه على الذهنيه المشغوله والمشروخه ديت، انك قبل البطولات الكبيره المهمه الفرق بتبقى في الحاله الذهنيه دي، في حاله من التشتيت طبعا، طيب في كله خايف على نفسه، خايف على نفسه الان عايز يشارك، الذهن مشغول. اصابه وليد سليمان برضه ليها ظلالها على الفريق طبعا، انما انت لما بتتحط بقى تحت ضغط وتحت تحقيق ما يشبه المستحيل بتستنفر بقى شخصيه الاهلي، بتستنفر، لان لما تيجي تشوف التغييرات اللي حصلت هو اول استفاد بالخمس تغييرات، ايوه، ثانيا هو خرج خط الوسط ودفع بكل ما يمكن ان يدفع به من مهاجمين واطراف، ما بقاش حد موجود على الدكه خلاص. فتصور انك انت بهذا التعديل تسيطر وتحرز ريمونتادا رائعه جدا جدا. هنا يقودنا الموضوع لايه؟ انت بتاخد افكار في الازمه بتبتكر حلول فيها قدر من المغامره طبعا، لكن هو مغامره موسيماني اتبنت على ايه؟ انه يفرغ خط الوسط ويدعم، هو يتفرغ بيلعب واحد ديفندر يعني اكتفى بواحد ليه؟ على اساس يضغط قدام، لان هو حتى الجولين اللي جم من هجمتين يعني ما فيش كان يعني تبادل في السيطره او في الخطوره. فهو حس ان، وكانت قراءه سليمه، ان مؤكد المقاولين هينكمش شويه عشان جايب جولين هيحاول يدافع عنهم فوجد ان الاسلوب الامثل. ولكن اللي عجبني في الموضوع انه ده الجون الاولاني بتاع باسم علي، ايوه، وكان باسم علي ادخر كل طاقته عبر السنتين الماضيين. هي جت في رجل ايمن اشرف، باسم علي يسجل في ناديه السابق الاهلي وطاهر يسجل في ناديه السابق المقاولين، وكلاهما يسجل ناديه الحالي في ناديه السابق بالظبط. وخلي بالك ان باسم ما هو ابن المقاولين بالظبط، يعني هي الكره دي يعني في ناس بتقول وده سيف كان علي لطفي كان جاب انه ما يستناش الكره توصل له، كان يجب انه ايه، هو استغل البطء السنه اللي في الربط ما بين ياسر وعلي، ياسر ما يقدرش يلمس الكره دي هيعمل فيها ايه يعني، انما علي كان متوقع ان الكره توصل له. هو برضو الجاهزيه بقى الذهنيه طبعا للاثنين، يعني اللياقه الذهنيه لعلي لطفي مؤكد ولياسر، الاثنين بيشاركوا بعد غياب طويل مؤكد احد الاسباب. لكن انا بقول لك ان النتيجه من واقع التحليل وتعديل المباراه برضه بتطمنك ان النادي الاهلي لا موجوده جواه الجينات اللي تخليك. طب تعالى نستحضرها بقى من الاول وخلال الماتشات القادمه والفتره اللي جايه اللي ما فيهاش بقى اي مجال للمخاطره سواء المحسوبه او غير محسوبه. انت لازم تفهم انك انت رايح كاس العالم وهتشوف ليفل تاني، ممكن يبقى ليفل اسهل لانه في كوره وتبادل مفيش تكدس في ظروف مختلفه كمان. بكره الجمعه ان شاء الله في الدوري سموحه وبيراميدز وطلائع الجيش مع الانتاج الحربي، الانتاج كابتن مختار قدم استقالته، تم التعاقد مع الكابتن حماده صيدي، غزل اليوم السبت غزل المحله مع الاسماعيلي، اسوان مع الزمالك، والمقصه مع الاتحاد السكندري، ويوم الحد انبي والبنك الاهلي والجونه مع وادي دجله. كمان الاتحاد الافريقي اجل مباراه الاهلي في افتتاح دوري المجموعات اللي كانت مع المريخ السوداني، اجلها اليوم 16 فبراير لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. ده كان ابرز الاخبار السريعه، ويمكن كمان بكره ان شاء الله الاهلي هيبعت قائمه كاس العالم للجنه المنظمه لبطوله المونديال الانديه علشان يخفضها لو ترى اي جديد عليها قبل البطوله او قبل المباراه ب 24 ساعه، وان شاء الله ما يبقاش في اي طارئ. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا لناس هتتمسك من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا طبعا ردات الفعل الكبيره للقفشه، ممكن للقضيه، ممكن لممكن تاني، واللي عملوا قفشه، والريمونتادا الحمراء الكبيره جدا اللي حولت تاخر الاهلي بهدفين لفوز بالثلاثه. لكن زي ما قلت لكم في العناوين هناك كلام كثير جدا بعظمه لسانه الشناوي
القضية الكاشفة الكاسفة. ليه؟ المهندس عدلي أشار وإحنا بنتكلم من شوية قبل الفاصل على هم ليه رجعوا في كلامهم، هو ليه اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة عدلت توصية لجنة أو إدارة المسابقات، وقلنا يا جماعة أرجوكوا أبو فاهمين، مئات بل آلاف القرارات اتخذت في الاتحادات وحتى في الأندية ما يصدر عن اللجان هو توصية، تروح لمجلس إدارة الاتحاد أو مجلس إدارة النادي تعتمد، إما تعتمد التوصية أو تخففها أو تلغيها أو تزودها، لها مطلق ما تشاء. لكن في هذه الجزئية لما النادي الأهلي بعت لاتحاد الكرة يسأل عن السند القانوني لعقوبة لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات لمحمد الشناوي، لما اجتمعت اللجنة الثلاثية وعدلت القرار، الجملة اللي أنا بقول لكم نحييهم عليها لأنه ده تصويب لخطأ، اعتمد على الآتي وده النص ضمن ما جاء يا باشمهندس في قرار اللجنة الثلاثية: وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50,000 جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد، خدوا بالكم الجملة دي المهمة جدا عشان الناس اللي بتصفي حسابات تقف عند الجملة دي أرجوها، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة زي رمضان صبحي. ايوه كانت هتبقى برضه مباراة بالظبط، لأن هو ما فيش تجاوز لا بالألفاظ ولا بالاعتداء ولا حاجة، مسكوا من إيده عشان بيكلموا، قالوا أنا بكلمك. أيوه لدرجة إن الحكم نفسه توصيفه حسب ما جاء على لسان إنه حوار لم يرقد الإساءة، هو لا هو رد فعل منطقي في الظرف ده، أنا بتكلم وسيبته، قال لي أنا بكلمك. أيوه أنا كابتن التيم وبكلمك. أيوه اسمعني. أيوه أنا يعني فما ادالوش عقوبات، هل ما ادالوش عقوبات ده صح ولا غلط؟ لكن هو ده تقدير الحكم، ما انت ما مشيتش مع تقدير الحكم بقى. ايوه طب افرض ان تقدير الحكم غلط، يبقى كان لازم ينزله وعنده انذار تاني كان هياخد الكارت الاحمر، يبقى كان هيتوقف مباراه بالظبط زي وقت الكابتن رمضان صبحي. اذا المساله مساله يا جماعه، هو انتوا ليه عايزين الاهلي يتعامل بغلظه ويتعامل بقانون لوحده انه لازم يعاقب، لدرجة ان في حد يقول لك هو انا لما امسك اعتدي على واحد وامسكه من ايده اكتر ولا جذب السماعة؟ جذب السماعة جذب السماعة قال لك ايه ده جذب السماعة، في اعتداء على السماعة، لكن انت كده اعتديت على البشر. طب ما انت اعتديت على الفانيلا مش على البشر، لان انت مسكته من الفانيلا مثلا. ها اذا هنقعد بقى نلعب بالالفاظ، هو جذب السماعة دي اللي هي سلاح الحكم زي سلاح الجندي، الحكم بينزل مسلح بحاجتين، سماعه وصفاره، لو مسكت الصفاره ورميتها ده اخونا الاستاذ احمد عفيفي قال لك اللي حصل يا جماعه فرجاني ساسي تم الاعتداء، اعتدى على السماعه فكان قرار ايقافه 8 مباريات، لا انما افشى اعتدى على الانسان، بس في نقطه كانت العقوبه الانسان والسماعه، هو خد بالك هو سند على ان السماعه ما كتبتش تقرير، هو اعتدى على السماعه وكان متوقع ان السماعه ما كانتش سامعه التقرير، وكان السماعه دي كانت محطوطه على الترابيزه ملهاش صاحب. يعني هو ده بقى محاوله برضو التاثير على مجريات الامور على انه الاهلي اتجامل، ويعني زي ما اشار المهندس عدلي السماعه كانت في ودن الحكم، الشرط يا سيدي لابسه الحكم، لو انا اللي قدامي ده شرط محطوط في كيس رميته اعتديت على الشرط مش كده؟ طب لو الشرط لابسه الحكم ها وشديت الشرط اسأت للحكم ولا للشرط؟ والفانيلا السماعه دي لو انا مسكتها ورميتها وهي محطوطه هنا تقول لي السماعه انت تقصد تستهين، لكن لما يوجه لفظ للحكم ويكتبه يعني ايه؟ يعني لما يعني وسد الحكم شد السماعه ووجه لفظ للحكم كمان. فتم تغليظ العقوبه وفقا لكده، وده اللي ورد في تقرير الحكم وقتها. هل يتم القياس عليه على انه ازاي الشناوي ده حصل معاه؟ خلينا ما نروحش بعيد، خلينا اقول لكم كانت بدايه التعليق للزملاء في مختلف البرامج على موضوع الشناوي بدات من عند الزميل ابراهيم فايق. ابراهيم فايق استعرض وقتها قال الشناوي ما اخطاش والحكم ما كتبش ما يدين الشناوي، وعشان كده رجع الزميل ابراهيم فايق علق تاني على ما حدث نسمعه. مهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي النهارده
احد الاصدقاء بعت لي الفيديو هما بيتكلموا على مقطع الكلام اللي انا كنت بقوله امبارح في الانفراد الخاص بتقرير الحكم. في توصيفهم هما للكلام لان هما ناس اعلاميين يعني فاهمين بيسمعوا كويس ويستوعبوا. قال لك انه كما لو انه ابراهيم عايز يقول انه ممكن تحصل ضغوط. فهي ملهاش حاجه تانيه غير كده بالنسبه للحكم. مدرسه الاهلي اصلها واضحه. ما فيهاش يعني هجس. كلام النهارده اللي انا شفته للاستاذ ابراهيم وللاستاذ عدلي مهندس عدلي يقول لك الشناوي اخطا، احنا مقرين بخطا الشناوي. بس اديني الدليل والمسطره اللي بتقول لي ان الخطا ده يستوجب العقوبه دي وانه احنا اشتغلنا على سند قانوني. وللامانه يعني على مدار كل مجالس ادارات الاتحاد المصري لكره القدم محدش يزعل مني يعني انا بقف محتار، انا ما بفهمش العقوبات بتتاخد بناء على ايه. مين بيقول وفين المسطره؟ ومين في تقديره بيشوف من وجهه نظره انه دي تستحق اربعه؟ زي الواقع اللي احنا بنتكلم فيه، مين دي تستحق اربعه؟ اديني مسطره بقى يا جماعه، اديني شفافيه اشتغل عليها، اديني شفافيه انقذ بيها الموقف بين الجماهير وبعضها. واقر هنا في المكان ده انه لا توجد شفافيه بنسبه 100% في تقدير العقوبات على طول الخط. عقوبات تقديريه احيانا تكون هينه واحيانا عقوبات مبالغ فيها جدا. وتقعد تسال هي الناس في النهايه مش عايزه غير حقها. جمهور الاهلي عايز حقه ومش عايز حاجه تاني. يا جماعه يا ريت يتطبق لو في خطا على اي حد يتطبق بالمثل. جمهور النادي الاهلي وهو بيتكلم النهارده بيقول لك الشناوي اخطا. بس هو بيقول لك ان الشناوي اخطا بيقول لك انا عايز افهم السند القانوني اللي اتسندنا عليه. فاذا احنا بنتكلم على نمط معين في العقوبات فهو نمط غير واضح. كلام الاستاذ ابراهيم فايق واضح جدا. استندته على ايه؟ ما هو لو كان الحكم شعر ان اولا ليس من اللائق اي لعيب يلمس الحكم، خلاص عشان نخلص من الجدل ده. واللمس ده قد يكون بقصد الاهانه انك تشد السماعه من ودنه او تشد الصفاره منه او تدفعه، ها؟ وقد يكون بالتنبيه وده الدرس الاول على فكره يعني بالتنبيه وكله مرفوض. طبعا سواء وقت المباراه او بعد المباراه، ولكن الحكم يستطيع ان يتخذ عنده الاليات والسلطات التي تسمح له ان بسرعه يقضي على الجدل. هو ما كتبش في تقريره انه في حاجه خطا من وجهه نظره تستحق الرزم ساعه ما خرج من الملعب. اذا لو هو كان شاف بالمعيار بقى المظبوط قوي انك انت لا انت بتلمسني مهما كان ما تلمسنيش اتفضل ادي الكارت الاصفر، كان هيتفهم ان خطا الشناوي وقف عند هذه الحدود انه مسك الحكم خد كارت اصفر اتوقف مباراه انتهى الموضوع. لكن الحكم شعر من جانبه انه ما كانش الشناوي يقصد انه يعني يرتكب خطا ولكنه ارتكب خطا. ف لجنه الحكام بعديه قالت له اكتب وكتب، لان الاستاذ ابراهيم الساعه 11 طلع قال ما فيش لحد دلوقتي اي شيء اتكتب. وكرر تاني حط تحتيها خط لحد دلوقتي، وكان يشعر ان القرار هيتغير. فالراجل كتب انه مسكني من ايدي وترك التوصيف للذي يقرر توصية العقوبة. والذي قرر توصيف العقوبة شخص ما في إدارة المسابقات. ما هو احنا سمعنا ان ما لاحظتش حاجة لجنة التظلمات او الانضباط، اسف الانضباط. هذه توصية مع وايه واتخذت قبل انتهاء الجولة، يعني ما استنوش لما يقعدوا يوم كده لا في ساعتها لازم القرار يطلع عشان يبان يعني الشده في مواجهه هذا الموقف مع النادي الاهلي. طيب اتضح ان كل الاجراءات كانت تقود الى تخفيف العقوبه، لان هي زي بتاعه الكابتن رمضان صبحي اللي هي مسكتني من ايدي خدت انذار، الانذار الثاني خدت طرد بالكارت الاحمر يبقى مباراه. لو احنا بنطبق كل شيء بدون حسابات كتيره هنوصل للصح.
وهنوصل للعدالة التي يطالب بها الأهلي في بيانه بيطلب العدالة، والزمالك النهاردة بعد تصحيح القرار بيطلب العدالة. شكرا، بنطلب كلنا العدالة ونطلب تحكيم أجنبي سعيا إلى العدالة. بيراميد بيطلب تحكيم أجنبي سعيا إلى العدالة. وهنا بقف أرجو أن ما يكونش يجي لنا الحكم اللي مش عارف منين اللي قاعد فين. كفاية بقى جابوا لنا حكم أوروبي من أوروبا، عندكم 5 دول جابوا لنا حد منها، إيطاليا فرنسا أسبانيا ألمانيا إنجلترا 6 أهو. ولا بلاش تكروتونا بالكرواتي. أيوة مش كل مرة نفس الكلام ونفس الأسلوب ونفس الاستفهامات ونفس القرارات الغريبة، وكأنك تستنجد بفلان ليجي لك ويصبح الراجل ده يعني جاي لهذا الغرض. احنا نتمنى الناس ترتاح، كرة القدم جعلت للمتعة، الناس لازم ترتاح، والعدالة هي اللي بتريح. المسطرة الواحدة، المسطرة الواحدة، المسطرة الواحدة، ودي نقطة مهمة. عشان المسطرة الواحدة ديت ليه هي قضية الشناوي كاشفة كاسفة الحقيقة. الناس اللي من أول وهلة وقفت الوقفة الصح في المكان الصح مع موقف النادي الأهلي، مش عشان النادي الأهلي، علشان الإجراءات، علشان الشناوي ما صدرش منه في حق الحكم ما يستدعي الإيقاف 4 مباريات. الشناوي ما أخدش كارت الأصفر والأحمر من الحكم عشان نقول عقوبته إيه. الحكم ما كتبش ما يدين الشناوي علنا. الناس نسيت مع قضية الشناوي الحدث الأبرز في هذه المباراة اللي هي الأهلي والبنك الأهلي، الجون بتاع أيمن أشرف اللي كل خبراء التحكيم أكدوا على سلامة الهدف، لكن ما علينا. كابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه أول حد يمكن حتى حسم القضية في موضوع جون أيمن أشرف، إنه جاب الحكم الإنجليزي جلاجر وقال لك الهدف صحيح جدا، وأنا مستغرب إزاي راح للفار، ويروح للفار ليه ولو قال له غير كده ده جون، وقال 100% هدف. ما علينا. قال حاجة مهمة جدا ميدو ساعتها، إن الشناوي ما يستحقش هذه العقوبة، العقوبة متسرعة، وقال كلام كتير ساعة صدور العقوبة. نسمعه. المفروض الطبيعي لو الحكم شاف إن الشناوي تعدى عليه بأي شكل من الأشكال، الطبيعي إن أي حكم في الدنيا هيعمل إيه؟ هيروح لافف مديله أحمر. معنى إن الحكم ما اداش الكارت الأحمر للشناوي وتغاضى عن اتخاذ القرار الإداري أو الإجراء الإداري ضد الشناوي، وبعد كده بعديها ب 15-16 ساعة بس طلع القرار بناء إن الحكم كتب في التقرير إن هو تعدى عليه، يبقى الراجل الحكم ده اتضغط عليه. على فكرة التقرير ده بيدين الحكم، لأن الطبيعي إن رئيس لجنة الحكام دلوقتي يروح للكابتن محمد سلامة يقول له أنت كتبت في تقريرك إن هو تعدى عليك، ما اديتوش أحمر ليه؟ ما خدتش حقك ليه في قرار إداري؟ يبقى إيه اللي حصل؟ هنا بقول لكم ليه بقى إن اللائحة ضعيفة؟ لأن اللائحة هنا بتسمح لرئيس لجنة المسابقات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة إن هم ينفذوا القرارات على الكيف. لأن في الآخر أنا النهاردة هروح للمراقب أقول له اكتب في تقريرك لو أنا فلان مش على كيفي أو بيلعب في نادي مش على كيفي. اللائحة دي بتدي الباور لاتحاد الكورة ولجنة المسابقات إن هي تلعب على مزاجها في العقوبات زي ما هي عايزة. أجي بقى أقول لكم على حاجة تانية. عارفين بقى الخطوات الصح، والكلام ده أنا واخده من أكبر خبراء يعني لوايح قبل ما أخش لكم على الهوا. الإجراءات الصح كانت إيه؟ إن لجنة المسابقات تخاطب لجنة الحكام تقول لهم أنتوا دلوقتي بعتوا لي تقرير بتقولوا فيه طلب بعقوبة اللعيب بناء على تقرير المباراة، أنا بسألكوا استفسار أو بستفسر استفسار يا لجنة حكام، الحكم ما اتخذش القرار الإداري ضد اللعيب ليه؟ ليه ما اتخذش القرار الإداري ضد اللعيب؟ وبعديها بناء على رد لجنة الحكام أبتدي أخذ قراري، صح؟ ده كان يتطلب إيه؟ إن العقوبة دي ما تصدرش إلا بعد 2-3 أيام عشان أخد الإجراءات الصح علشان أقدر أطلع قرار زي ده. لكن معنى إن القرار طلع بالشكل ده
يبقى الحكم ده اتضغط عليه اتقال له اكتب في تقريرك كده. طيب كلام ميدو الشناوي اتظلم، الاهلي اتظلم. لا ده سرد كمان اجراءات هنعلق عليها، سرد اجراءات لم تتخذ، انه ما اتخذتش وبالتالي فالعقوبه باطله لبطلان الاجراءات. القرار مين خدته؟ اداره المسابقات. راح للجنه الثلاثيه، اللجنه الثلاثيه نفس اللي قاله ميدو في كل الاجراءات عملته. قال اسالوا لجنه الحكام، جابوا لجنه الحكام. المودش يقول لك ايه؟ لو عملوا كده كانت العقوبه دي هتبات بعد يومين ثلاثه. ايوه طيب ما هو اعتبر بالزبط. ان عملوا كده عشان بقول لك هي قضيه تصفيه حسابات بين الناس مع بعضيها. انت قلت يا كابتن ميدو انه ما تمش اتخاذ الاجراءات، ليه ما تمش الاستناد لراي الحكام؟ ليه الحكم لم يسال؟ طيب اللجنه الثلاثيه جابت الحكم بالنص اللي انا قلته لكم، بالنص اللي قالوه في حيثيات القضيه، انه قال احمد مجاهد ولجنته بعد مراجعه لجنه الحكام اللي انت قلتها يا كابتن ميدو، التي اقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبه المخصصه. يعني بيقولوا له وقتها كان لازما الحكم يدي له كارت. هذه الروشته بتاعته نفذوه. هم سمعوا كلام ميدو، سمعوا كلام كل الناس اللي اتكلمت بلسان الحق زي ميدو. الرجوع الى الحق يعني بعد ما اللجنه طلع القرار اللي رجعوا فيه للحق بناء على ان دي لجنه بتاع او مجلس اداره بيعتمد توصيه لجنه او بيخففها او بيلغيها، هل بعد ما احمد مجاهد صوب الخطا ولجنته بناء على كلام ميدو؟ هو ميدو نفسه بقى مش بناء امبارح، خلينا نصبر يعني، الذي يتفق مع سرد ميدو مش بناء عليه يعني. مع سرد ميدو والناس اللي اشارت الى خطا اجراءات الشناوي بعد ما تم التصويب وهو شكلي وشرعي وقانوني. راي الكابتن ميدو نفسه بعد بقى، خدوا بالكم الافتر والبيفور دي مساله مهمه جدا، الناس دي قبلها كان رايها ايه سمعتوه؟ طب بعد بقى نشوف. وتخفيض العقوبه الموقعه على اللاعب محمد السيد الشناوي الجول كيبر بتاع الاهلي، طبعا كان في يعني لغط كبير، الى مباراه واحده. يعني هيلعب ماتش بيراميدز مع تقليص العقوبه الماليه الى 50,000 جنيه. يا سلام يا سلام على ان تصدق قبل ان يشارك في المباريات. مشكله كبيره فعلا بالنسبه للشناوي ان هو يدفع فرق 30,000 جنيه دول، يعني قصه كبيره. الى مباراه واحده بعد مراجعه لجنه الحكام التي اقرب بوجوب حصول اللاعب على العقوبه المخصصه للاعب الحاصل على بطاقه. طبعا الكلام الثاني اللي احنا هنقوله ارجع لي بقى تمام. الاول انا قلت لكم ان القرار متاخد غلط، ده انا معترف بيه، يعني القرار متاخد غلط انا قلت لكم، واول واحد قلت لكم والحمد لله كل الاعلاميين ورايا طلعوا قالوا الكلام اللي انا قلته، انا كنت قايله لكم بناء على استشاره يعني ناس شغاله في لجنه المسابقات بقى لها سنوات طويله. ان ما ينفعش حكم النهارده، ما ينفعش حكم ان هو يكتب في تقريره بيدين لعيب لسلوك غير رياضي، وهو الفعل كان مع الحكم نفسه مش مع حد تاني، وما ادالوش ما خدش العقوبه الاداريه. ايه هي العقوبه الاداريه؟ اللي هي يا انذار يا طرد. ما ينفعش، مش موجوده. وقلت لكم يوميها ان الراجل الحكم ده اتقال له واتضغط عليه ان هو يكتب في التقرير الكلام ده. حلو؟ وبعد كده كل الناس طلعت قالت الكلام ده، مش مشكله، ما عنديش طبعا كويس، يعني كويس الناس كلها ماشيه في الدايركشن بتاعنا. هو انا بس محتار يعني، هو انا لما اقول رايي ابقى فرحان ان الناس اتفقت معايا واشعر ان انا كنت بقول الراي السليم، وعشان الناس يعني اكتسب مصداقيه قدامها، يا جماعه انا قلت لكم الكلام ده، لكن ابقى زعلان ان هم صوبوا الخطا بناء على رؤيتي في يعني الروشته اللي انا كنت بقترحها، هي الروشته اللي موجوده وهي اللي اتنفذت وهي اللي اتعملت، اروح مهاجم القرار وابتدي اتهكم عليه كما حدث بعد ذلك. واحنا مش عايزين نتطرق للامور دي عشان مش عايزين نوسع الليله اكتر من كده. وده هنا اللي بيحيرني، بيخليني مش فاهم حتى الكابتن مدحت شلبي ولا تعرف تقول حاجه. كابتن مدحت وناس ثانيه برضه مواقفها ما قبل وما بعد حاجه هتسليكم شويه بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم انه مجلس اداره النادي واداره الاعلام في النادي الحقيقه
مجلس الاداره وجه الشكر للدكتور مهند مجدي عضو المجلس اللي كلف بالاشراف على انتاج المركز الاعلامي في النادي لفيلم وثائقي يوثق بالصوت والصوره واللحظه والرحله سر التاسعه. جميل. التاسعه الغاليه قوي عند الاهلاويه اللي الحمد لله اسعدت كل الملايين من جماهير الاهلي. اداره الاعلام في النادي وثقت هذه الرحله الكامله في فيلم وثائقي رائع جدا، بكره هيعرض على قناه الاهلي على اليوتيوب الساعه 9. يعني بكره 9 تشوفوا سر التاسعه. فمجلس الاداره وجه الشكر للدكتور مهند مجدي ولاداره الاعلام برئاسه الزميل العزيز جمال جبر، فريق العمل متكامل معاه لانه سافروا كل الرحلات بتاعه الفريق من اول دور لغايه اللحظه الاخيره لغايه لطشه قفشه التاريخيه. فكل ده هتلاقوه ان شاء الله في فيلم وثائقي مؤكد هيكون مشوق ومؤكد هيكون اضافه. نتمنى النادي الاهلي هو التاريخ هيتوثق بالطريقه دي بالظبط. هو ده الاهلي وهي دي فرحته وهي دي جماهيره الحقيقه اللي تستاهل وتستحق دايما وابدا ان الكل يتفاعل معاها بهذه الافراح الكبيره. كنا بنتكلم على القضيه الكاشفه، معلش شفنا ميدو ما قبل وما بعد. طيب كابتن جمال الغندور، وكابتن جمال الغندور هنا رايه مهم لان القضيه في الاصل محورها حكم. محورها حكم. سيبنا من ان هو اقر ان الهدف اللي احرزه ايمن اشرف سليم، لكن ما يتعلق بموقف الحكم ليه ما اداش انذار وازاي يعاقب الشناوي والحكم لم ينذره. نشوف راي الكابتن جمال الغندور ما قبل التخفيف. لحين خروج اللاعبين من ارضيه الملعب يستطيع الحكم ان هو يستخدم البطاقه الحمراء والبطاقه الصفراء. لغايه بعد نهايه بعد صفاره النهايه من حقه ان هو يطرد، ولغايه لما ينزلوا في التانل في الممر، لغايه لما يختفوا عن الانظار يطرد، تستخدم البطاقه الصفراء والبطاقه الحمراء طيب اذا كان ده سلوك غير رياضي بياخد كارت اصفر. تمام. اذا كان ده سلوك ماشين بياخد كارت ايه؟ احمر. طيب السلوك الماشين ده بكتب تفصيلا السبب ايه؟ ليه بكتب السبب ايه؟ عشان مش كل الحالات زي بعضها. طيب انا خلصت المباراه وانا الحكم ما طلعتش كارت اصفر ولا كارت احمر. بالنسبه لي انا معناها انه التصرف اللي حصل في الملعب ده يا اما الحكم ما شافهوش ما سمعوش ما اعتب او ما اعتبرهوش لا سلوك غير رياضي ولا سلوك ماشين. هطبق لك الكلام اللي قلته ده على حاله رمضان صبحي. رمضان صبحي في الماتش كان عنده انذار وخلصت المباراه وراح ارتكب سلوك الحكم اعتبره سلوك ايه؟ غير رياضي. راح مديله ايه؟ كارت اصفر. كارت اصفر تاني وبالتالي ايه؟ ما ادالوش احمر على طول. اتوقف قد ايه هو؟ مباراه. مباراه واحده. مباراه واحده. تمام؟ طيب الشناوي ايه اللي حصل بقى في الملعب؟ احنا ما نعرفش، لكن انا في جوه الملعب انا عندي كارت اصفر وعندي كارت احمر. لو الكارت الاصفر طلع هكتب انذار وهكتب سببه، لو الكارت الاحمر طلع هكتب طرد وهكتب سببه، ولجنه الانضباط ولجنه المسابقات تاخد اللي يعني. طيب انا عايز اخد الكابتن جمال غندور على بعض ونعلق مره واحده. طيب لا يعني جمال الغندور رايه هنا في الجزئيه التحكيميه مرجعيه مهمه، مرجعيه مونديالية. هل لجنه او هل اللجنه الثلاثيه لما مشيت بصحة الإجراءات القانونية اللي اتكلم عليها الكابتن جمال الغندور أخطأت في تصويب الخطأ ولا لا؟ رأي الكابتن جمال الغندور لما حاول مهيب عبد الهادي يستدرجه هو ينفع العقوبة تتغير؟ نسمع الكابتن جمال هو ينفع ولا لا؟ رأيك في تخفيض العقوبة على محمد الشناوي لمباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية ل 50,000 جنيه، رأيك فيها إيه؟ والله يا مهيب انا الحاجات دي على فكره بتحصل كتير على مدار السنوات اللي فاتت، وشوف قرارات بتطلع وبيحصل عليها استئناف ويتم دراستها بقى بهدوء وبيتم دراستها وبيديها وقتها وبعدين بتتغير القرارات. يعني اعتقد الامور دي ما هياش يعني ما هياش جديده، يعني الامور دي بتحصل كتير. يعني عادي يعني. شوف بقى هو المفروض يعني هل ده سؤال مفخخ؟ كويس انه اتسال. بتحصل كتير وبيحصل تراجع، وعلى فكره
في كل أنحاء العالم. النظام في إنجلترا أن من حقك أن تقدم التماس، وإذا كان التماسك سليم بتتخفف العقوبة، إذا كانش سليم من حق اللجنة اللي بحثت أن تضاعف العقوبة أو تزودها، عشان مش كل واحد كل يوم وتاني تقدم التماس. في حالة الكابتن شناوي الموضوع واضح وضوح الشمس، لو كان الحكم رأى أن هذا سلوك غير رياضي واتخذ الإجراء المناسب له لحصل الشناوي على مباراة واحدة. من أين جاءت الأربع مباريات وهو ما كتبش أنه لا سبني ولا شتمني ولا عمل فيا حاجة؟ إذن الموضوع كان ده حدود التصرف الغير لائق، تصرف غير لائق، مسكتني من إيدي في حكام كده شخصيتها ما تلمسنيش تفضل، خلاص خلصت، كان العقوبة انتهت وكان الجدل ده كله راح. لكن هو بقى كلنا بقى ده اللي جننا، كلنا مقتنعين ان العقوبة في الاول او اقتراح العقوبة عشان نصوّل الفاظ، هي لم يصدر توصية العقوبة، هو صدر توصية توصية من حق اللجنة العليا انها تراجع. على فكرة من حق اللجنة انها تغلظها او تبعتها للجنة الانضباط، فلما يعني كلنا نقر إن العقوبة غريبة ولا تتناسب مع الحدث ولا تمشي إجرائيا مع سلامة اتخاذ القرار، وبعدين يتصوب القرار من قبل الجهة الأعلى في 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 شكل في التعامل مع هذه التوصية، لا يعجبش البعض، والكل نسي إن محمود وادي اللي خد العقوبة قبل كده اتخفضت عقوبته لـ8، وبعدين قال كلمة مهمة جدا، قال إن أنا لو الكلام بيمشي بالطريقة دي لما الناس تهدى هتشوف الامور بشكل مختلف، هتقدر تتخذ القرار، ده بياخد القرار السليم وده بياخد عده ايام. انا مش فاهم لماذا كان الحرص على الاعلان على التوصيه، ما هو مش التوصيه خد اللي انت عايزه، لكن القرار لن يصبح قرار الا بعد التصديق عليه. فيعني الحقيقه هارد لك للي كان مستني حاجه مش صح، هارد لك للي كان مستني حاجه وما جاتش، رغم ان هو حاجه مش صح، حاجه مش صح وما جاتش، رغم انه في الاول سمعنا كلام حلو قوي، كلام ينصف الشناوي وينصف الموقف ويأكد على سلامه موقفه ويلوم اداره المسابقات في الاتحاد. فلما اللجنه استاذ ابراهيم هو كان ليه الموقف هم كانوا عايزين يبينوا انهم كده فير بس القرار الغلط يمشي وانا كده فير، ويكسب بقى جمهور الاهلي ويكسب مش عارف ايه ويهاجم اللي عايز يهاجمه لكن لما تصوب بالقرار اللي لا من ناحيه الشكل ولا المضمون كان صحيح، الشكل اللي هو انه ما عملش الاجراء بتاعي وانا بوصفه انه يعني تصرف غير لائق. ايوه الاربعه والواحد والاربعه بناء على وصف الحكم لما حدث. أي فلما رجعت لجنة الحكام ظهرت الحقيقة. أي يعني شأن بقى اتحاد الكرة إذا كان عايز يشوف الموضوع ده لكن إحنا بصوا علشان جزئية هو الاتحاد قال إيه، أنا هقول لكم اللي الزميل العزيز أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام في الاتحاد بعتوا لكل أسرة الإعلام المرتبطة بالاتحاد من يوم الثلاث، يعني إحنا النهاردة بنتكلم الخميس، يوم الثلاث قال لهم إنه يوم الأربع إدارة تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي اجتماعا، ده بعد ما توصية إدارة المسابقات خرجت. هل كانت توصية ولا قرار؟ اسمعوا النص، عشان للأسف كتير من الزملاء حتى ما بيقروش اللي بيتكتب أو ربما اللي هم بيكتبوه أو اللي هم بيزعوه بيقروه يتجاهلوه بالظبط. قال إيه اتحاد الكرة؟ الاجتماع ده عشان إيه؟ اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح اليوم، كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر من توصيات عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة، التوصيات اللي صدرت عن لجان الاتحاد المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها. هي توصيات يعني يا جماعة من يوم الثلاث اتحاد الكرة قال لكم في اجتماع هيتعمل للنظر في التوصيات اللي خرجت من لجنة الحكام ومن لجنة المسابقات أو من إدارة المسابقات، إيه اللي حصل؟
عشان يتهم ان الاهلي بيتجامل او ان الاتحاد حنفي. ده مش تراجع في القرار، ده توصية انت بتناقشها، وزي ما قال الكابتن جمال الغندور وزي ما قال الكابتن ميدو نفسه بعد يومين الدنيا بتوصلك لحقائق اخرى او بتتعامل مع الامر بشكل واقعي اكتر مش انفعالي، فشافوا الامور ما تستحقش ان تصل الى هذه، او ان الاجراءات التي اتخذت لا تؤدي الى هذه العقوبه. هذا كلام اذا ما يعني اذا الناس ما عملتوش تبقى مقصره، فلما تعمل واجبها نتهمها بالرجوع في قرارها هي طيب. عملت واجبها. صديقنا العزيز الكابتن سيف زاهر احنا علقنا على اللي قاله الاسبوع اللي فات، والراجل ابدا اتفاقه معانا لنقاط كتيره. النهارده تقريبا في الاستوديو التحليلي اللي قبل مباراه الاهلي اتكلم مع الكابتن محمد فضل اللي بنقول له الحمد لله على السلامه وعودتك لاستوديوهات التحليل، فضل حد ما شاء الله عليه، والكابتن عماد متعب والكابتن اسماعيل يوسف. كان كلام الكابتن سيف زاهر بس عشان احنا بنصحح معلومه، انه ليه التوصيه اتاخدت او القرار اتاخد من من اللجنه الثلاثيه القرار بتخفيف العقوبه رغم ان الاهلي لم يتظلم. وبرضه ده خطا معلوماتي، الاهلي قدم مذكره بعد عقوبه الشناوي، قدم مذكره لاتحاد الكوره يتحدث فيها عن السند القانوني اللي استندت عليه اداره المسابقات في اتخاذ هذه العقوبه. يعني الاهلي قدم مذكره، قدم مذكره. اتحاد الكوره لما اللجنه الثلاثيه اجتمعت نظرت في الموقف من الناحيه القانونيه، حصل. وبناء عليه تم ما تم بعد الرجوع للجنه الحكام زي ما اتقال في منطوق القرار. زي ما كل الناس طلبت. بالظبط. او قالت ان ده الصح. زي ما الكابتن جمال غندور قال لكم بتحصل دايما. الكابتن سيف زاهر نفسه مؤكد وهو كان بيحضر اجتماعات لجنه مجلس اداره الاتحاد، اول حاجه والمهندس عدلي راجل بخبراته الاداريه يقول لك اول حاجه اي مجلس بيفتتح بيها جلسته النظر في التوصيات. النظر في التوصيات. يتعتمد هذه التوصيات سواء التوصيه خارجه من المكتب التنفيذي او من اي لجنه من اللجان. احيانا تغلظ واحيانا تخفف واحيانا او تلغيها. افعل ما شئت، خد القرار، هو اللجنه بتوصي بكذا. ولذلك يمكن خطا في الصياغه، الناس قررت لجنه المسابقات، لا هي اوسط. اللي تلقى في الخبر عايز يصدره عايزه كده ان هو كده. وعلى فكره هو لا يمكن تنفيذه الا بعد التصديق عليه. ارجع بقى لموضوع امام عاشور. ايوه. اللي قعدوا ثلاث ايام لحد ما ماتش المقاولين اتلعب ولعب وكسب الفرقه بالجون اللي جابه. أيوة. واوقف بعد المباراه باثر رجعي. اظن كان بالصدفه قدام المقاولين يمكن، ولا مش عارف كان قدام مين. انت مستعجل تعرف راي الكابتن مدحت شلبي؟ لا يعني انت حاطط لي حاجه. انا بنشوف راي الكابتن مدحت شلبي، عايز اسمعه في بدايه الازمه ورايه في ايقاف الشناوي بتوصيه اداره المسابقات. باؤكد للمره المليون ان محمد الشناوي لاعب دمث الخلق ولاعب جميل، وانا شفت له لقاءات مع بعض المذيعات والكلام ده كله في بعض البرامج يعني الانترتينمنت وكده. حاجه جميله عشان نتكلم عن الشناوي، وهو ده الشناوي تقييمه ان حاجه جميله. وجل من لا يخطئ، يا محمد انت اخطات ومفيش مشكله اطلاقا، واتصور ان هم هيخففوا لك العقوبه ان شاء الله. هيخففوا لك العقوبه ان شاء الله. ده كابتن مدحت في يوم صدور القرار، لانه شايف ان الراجل الحدث ما كانش يستحق هذا العقاب، وانه ما شافش حد كتب حاجه دامس الخلق، وانه ان شاء الله هيخففوا لك العقوبه ادراكا منه، لانه مفيش حاجه تستحق الاربع مباريات بهذه التوصيه. طيب اجتمعت اللجنه الثلاثيه وهي مجلس اداره، كابتن مدحت شلبي واحد من اللي شغلوا مقاعد اداريه واداره الاعلام في الاتحاد، وكان امين سر جلسات طويله جدا، ويعرف ان دي توصيه بتعرض على مجلس اداره. لما صدر قرار مجلس الاداره كان راي الكابتن مدحت ايه؟ من يومين ثلاثه اتحاد الكرة أصدر عقوبة اللاعب محمد الشناوي بالإيقاف أربع مباريات وغرامة مالية على ما أتذكر 50,000 أو حاجة زي كده. واتحاد الكرة خفف العقوبة الموقعة على الشناوي من أربع مباريات إلى مباراة واحدة. إلى مباراة واحدة اللي هي بكرة بتاعت المقاولين العرب، ويلعب الماتش اللي بعده أمام بيراميدز. وقال يعني غلظ العقوبة المالية، مش عارف من 20,000 مش عارف عملها 200 ولا بقى إيه يعني، ولا حاجة. ولا حاجه.
أنا أتناول فقط المبادئ. وبعدين يا سيدي لو أنت عايز توقفه مباراة واحدة أنا برضو ما عنديش مشكلة، بس من الأول قول إيقاف مباراة. لكن طبعا العقوبة في اللائحة مش كده خالص، مش مباراة إطلاقا، يعني هي 4 مرات زي ما هو قالها في الأول. وبعدين مسألة إن أنا أطلع قرار وأرجع فيه، هو طبعا هيرد يقول لك إيه؟ إن لجنة مسابقات هي اللي أصدرت العقوبة، ولجنة مسابقات تصدر توصيات وليست قرارات، ومجلس إدارة من حقه إن هو يأمن على القرار أو يخفف أو يشدد، ده حقيقي. بس من الأول قول إيقاف مباراة. يعني هو قال من حقها تدي توصيات، مفيش رجوع في القرار على فكرة. أيوة. هو التعامل مع الإجراءات والتعامل مع توصيف الحالة واللوائح أدى إلى أنه كان يستحق الإنذار الذي لم يتخذ، وهي مباراة، لأن لم يكتب الحكم أي سلوك يستدعي 4 مباريات. لا قال دفعني ولا جذبني بعنف، ولا والحكم ما اتضايقش من حاجة أصلا في الماتش. لما قالوا له الناس كلها شافت لازم تكتب، قال مسكني من دراعي، وده سلوك يعني معيب. طيب سلوك المعيب توصيفه من 1-4، اللي قال 4 معرفش استند على ايه، لكن من حق اللجنة العليا التي ترى انها يجب الله يطعن على قراراتها، لان كان من حق النادي الاهلي بقى يصعد ويروح لجنة التظلمات. طب لو لجنة التظلمات مشيت مع الاجراءات القانونية يمكن كانت شالت العقوبة كلها. لان اصلا عدم صحة الضبطية بطلان اجراءات، بطلان اجراءات. فانت اذا كان بنعتبر ان الحكام قضاه وان اللوائح قانون وان كده، لكن احنا لما نحب نمشيها بالمزاج هنقول الرجوع في القرار. هو ما حصلش، هي توصيه رفعت مع الملابسات والمستجدات ومطرحه من تفسيرات، ما تاخدش اكتر من كده. خدت المباراه ولم يخفف وحده، اتعاملوا في نفس الموقف مع محمود وادي لعب بيراميد. فمسألة اشمعنى مش اشمعنى، اللي عايز يقول بقول لك يا استاذ ابراهيم، طب ده خد عقوبه ولم يتخذ ضده اجراءات، امال الناس اللي جبنا صورها وهي بتبرق للحكم الرابع وبتشخط فيه وتكاد انها تعتدي عليه، ها؟ ولم يذكر شيء. ما اعتمدوش ليه على الصوره دي ان يتخذوا عقوبه؟ هيقول لك اصل الحكم ما كتبش، او هو ما لمس الحكم. يا اخوانا ده حسام البدري ببصه اتطرد واتخذت ضده عقوبه محترمه. اللي اتعمل في الصوره من كابتن شيكابالا مع الحكم، لا ده ما كانش يعني رايح يقول له انت هتعمل ايه بعد الماتش، كان بيبوسه في عينيه، او انت هتعمل ايه بعد الماتش. يعني يا ريت الصوره تجيلنا دلوقتي حتى عشان الناس تشوف الحده والانفعال اللي كان فيه. محدش توقف امام دي. انتوا عايزين العداله اللي تريحكم؟ عايزين العداله اللي تاذي المنافس وبس؟ خلاص اذا كان ده مفهوم العداله. لكن في راي اهو، قول لي بقى دي اتخذت فيها ايه؟ بلاش تبوسني في عينيا. ده يعني هو لو قرب شويه كان ده يعني كان حصل تلامس. لكن لم يكتب شيء ولم يتخذ شيء. يا اهل العداله، يا اهل دماغنا، دماغنا وجعنا. دقيقه فاصل لله، نطلع لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الجوله اللي بين فيديوهات كل الزملاء في مختلف البرامج ازاي الموقف كان ما قبله وازاي اصبح ما بعد، وفي الحالتين اعتقد الدنيا واضحه جدا، وهذه كانت القضيه الكاشفه الكاسفه. لكن وصلوا للعمليه انه الناس تبدا تستغرب ما يتعرض له الاهلي في بالذات غرفه الفار من قرارات غير عادله بالمره. سيبنا من العقوبات، لكن قرارات وصفارات الحكام خلت الكاتب الصحفي الاستاذ احمد موسى في صدى البلد يقول لك هو في ايه؟ هو ايه بالظبط؟ هل السؤال اللي طرحه احمد موسى في نهايه كلامه ده صحيح ولا لا؟ نشوفه. طبعا حضراتكم بتتابعوا اللي بيحصل مع النادي الاهلي، وانا في حاجات ما بحبش اتكلم
فيها كتير، لكن لما بتشوف هدف صحيح بنسبة 100% ويجي يشوف الفار مرة واثنين و17 وانت مش محتاج فار، مش محتاجه ده بالعين المجردة، ولكن لما تعاني من هذا الأمر فعليك تقول هو ايه اللي بيحصل. طب الشناوي اتوقف 4 ماتشات، هل الحكم ادى انذار للشناوي؟ ده في ناس اتطردت وما خدتش 4 ماتشات. هو هل مطلوب الاهلي السنه دي ما ياخدش الدوري؟ انا بتكلم على العداله، العداله في الرياضه، في الكوره، في الدوري، في الكاس، في كل البطولات. ما طلبش استثناء للنادي الاهلي. هو مين اللي بيخلي فيه تعصب؟ عشان في ناس بتشوف انه في ظلم بيحصل، مش عايزين الظلم بالمناسبه على اي حد. ماذا فعل الشناوي؟ طب ليه ما وقفتوش لاخر الماتش، لاخر الموسم؟ وين رايح دماغنا؟ ما هو الشناوي الحارس الامين خلاص قعدوا، بلاش الشناوي السنه دي يا جماعه، يبقى من الاول كده يطلع قرار الشناوي ما يلعبش تاني، يقف لنهايه الموسم خلاص، يبقى احنا فهمنا الموضوع من اوله. واحنا عندنا كتير غير الشناوي، ده الاهلي، الاهلي بتاع الثلاثيه راح يلعب الاسبوع الجاي كاس العالم للانديه. فانت النهارده بتعاقب الاهلي على ايه؟ بتعاقب الشناوي على ايه؟ ايه اللي بيحصل في كره القدم؟ ايه اللي بيحصل في الدوري؟ ايه اللي بيتم؟ الاستاذ احمد موسى سال سؤال، هو مطلوب ان الاهلي ما ياخدش الدوري، وده بيقودني بقى الى ان اداره ما حدث في المباراه الماضيه بالشك اللي تم الذي حدث انه خدونا بعيد في سكه عقوبات الشناوي علشان يغطوا على الهدف الصحيح ماء بالماء اللي كان محور اعتراف كل الخبراء اللي ما لهمش وجهات نظر داخليه، لان احنا خلاص كده واضح ان لجنه الحكام عندها مشاكل بينها وبين بعضها والاهلي بيدفع الفاتوره. ال 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 الفيديو ان هو ما يعترفلكش بضرب جزاء ويلغي لك هدف كان يكفي لتربعك منفردا او مشتركا على قمه الدوري، دي بدايه. ده النهارده كان في ضربه جزاء لم مش عارف اذا كان الاستوديوهات تحدثت عنها ولا لا، والاهلي مغلوب 2-0 ولم تحتسب. اللي انا عايز اقوله ارجو انها تكون جد، يعني الناس ذكرتها، ده الجول اللي كل الناس حتى الراجل الانجليزي قال لك انا مندهش ومستغرب ازاي يتلغي. وبعدين تطلع بعد كده ان في تسريبات فار بيقول له كبر دي كبر دي عشان يبان الساندة. طب هنعمل ايه؟ هل ده اشترك؟ هل ده نط؟ هل ده زميله رفع رجله في وش يعني لو اللاعب ده مش موجود والكرة ما دخلتش جون في ضربة جزاء بوز الجزمة في وش اللاعب اللي لعب الكورة زميله التاني المدافع. فانت عايز تقودنا لايه؟ انك تعتم على القضية الأهم بقضية أخرى مهمة بس فيها جدل. اللي أنا عايز أقوله يا أستاذ إبراهيم إن ما نذكره الآن قبل ما أنسى، عشان ده إحنا ما جبناش لقطات ومش عايزين، يعني مقدم أحد البرامج في قناة أخرى دأب على إنه يستضيف الناس اللي عارف إنها هتسيء للنادي الأهلي ويدعي ان هو بيدافع عن النادي الاهلي باسئله يعني خبيثه جدا. فجاب اثنين، واحد الاول لوحده لاعب كره سابق يتحدث عن النادي الاهلي وتحدث عن البرنامج وعن حضرتك وقال انه ما يعرفكش وانه مين ده. طيب ثم تحدث عني هرد على اللي يخصني قبل ما تحدث على بعد كده اللي حصل الاهم والاخطر. خليني بس اقول له ولغيره من نفس المستوى حتى الذهني والاخلاقي والثقافي
اذا جاز ان احنا ننزل للمستوى ده. معلش المهندس عدلي هقول لكم هو مين، لكن العبد الفقير انا صحفي رياضي بقالي 32 سنه، كون ان في واحد ما يعرفنيش ده حقه، ربما وده حقه برضه، لو كنت اشتغلت صحفي حوادث اكيد كان هيعرفني، لان انا كنت هكتب على حرامي بيسرق كاستات العربيات من شارع فيصل، ايوه، ويتظبط عنده في الشقه شوال كاستات عربيات مسروقه، كان مؤكد لو انا صحفي حوادث. انت تأكدت من الواقع دي؟ هكتب بعد اذنك، هكتب عن قضايا بتحصل، واحد يسافر بره في دوله عربيه فيتقبض عليه بمخدرات او يلقى في صحراء في احدى دول الخليج عشان قضيه ربما تصل الى حد الاداب. هي دي التفصيلات اللي انا لو بكتب حوادث اكيد كنت هكتبها، فكنت اكيد هيعرفني او الناس هتعرفني. ما علينا، سيبكم من الحاجات الشخصيه، لكن مين هو المهندس عادل القيعي؟ الاول بس فاهم الكاسيتات، لاني معلش بعد اذنك، بعد اذنك الكاسيتات، واحد بعد اذنك لقى الكاسيت بتاعه. بالظبط، اخوك عطف اباظه كان واحد طيب، ما دي اللي اتسرقت عربيته، يعني انت مش بتتبلى. بالظبط، بس اللي كان اكيد هيعرفني لو انا كنت بكتب حوادث وكتبت القصص دي. المهندس عدلي كنت فاكره مهندس صفقات، كنت فاكره مهندس صفقات لغايه لما اكتشفت من محاولات التحريض ضد الجماهير مع بعضيها انه مهندس طرق وكبار كبير. تعرفوا انه قدر يعمل كوبري من القاهره لجده، ويعمل فرع من جده لقطر، ينتقل عليه محمد بركات من الاسماعيلي على هذا الكوبري. الاسماعيلي لما باع محمد بركات لاهل جده باعه بكام؟ 600,000 دولار 2012 2013. محمد بركات بمبلغ قياسي 2002 2003 اسف لاهل جده ب 600,000 دولار، كانت صفقه قياسيه وكان يستحق. ثم بعد سنه اهل جده يبيعوا للعرب القطري بكام؟ ب 900,000 900,000، لان احنا قدمنا 250,000. اه ما جالناش، فين الكوبري بقى؟ فتخيل اترينا عملنا تفريعه، عمل تفريعه الدوحه القاهره. بصوا بس عشان يكون تحريض الجمهور رايح لفين. فتكون النتيجه ان الاهلي بعد ما يجيب بركات، بعد ما الاسماعيلي خد 600,000 دولار في صفقه قياسيه سنه 2002، يتهم المهندس عدلي بتحريض اللاعبين ضد انديتهم. مش بس بركات، ده المهندس عدلي عمل كوبري بين الإسماعيلية مع النصر السعودي مرورا بالقاهرة عشان ينتقل من خلاله عماد النحاس في موسم 2004 على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. يروح عماد النحاس مع كابتن محسن صالح، وقتها مسك النصر السعودي، كابتن محسن مشي، والكابتن محسن كان مدربه، كان هو مدربه في الإسماعيلي، وراح تعاقد مع النصر السعودي. فيتهم المهندس عدلي بالتحريض، وهو اللي مشى محسن صالح من النصر السعودي، وهو اللي عمل كوبري عماد النحاس رغم الصفقه الكبيره اللي انتقل بيها للنصر السعودي. وهو الكابتن عماد بس في الحته دي قال انا كنت بدرس عروض مقدمه لي من اكتر من نادي واخترت الاهلي. يعني مش النادي الاهلي بقى، يعني كان ممكن يرجع لاي نادي تاني. بالظبط. طيب الصفقه ده خبير، مهندس عدلي خبير كبار دولي بقى، عمل الكوبري اللي ما يجيش على بال حد. القاهره شيفل، يروح انجلترا علشان يمشي على هذا الكوبري. احمد فتحي اللي بيبيعه الاسماعيلي في 2007 على لكوبري القاهره شيفل، رعايه وتصميم المهندس عدل القيعي. بس الاسماعيلي بالكوبري ده اللي احمد فتحي مشي عليه، الاسماعيلي خد 700,000 جنيه استرليني. ده مهندس عدل القيعي يتعمل له تمثال في الاسماعيليه، 700,000 جنيه استرليني على هذا الكوبري. ويقضي احمد فتحي الفتره كلها في انجلترا ويتالق مع شيفيلد يونايتد، والمهندس او الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك وقتها يسجله في القائمه على انه جاي للاسماعيلي، جاي للزمالك. ويطلع المهندس عدلي يتفاوض معاه في شيفيلد وياكل صينيه البطاطس زي ما اعتقد حضراتكم فاكرين القصه، ويجي باحمد فتحي في اخر لحظه للنادي الاهلي.
ايه العلاقه؟ فين الكوبري؟ يعني كان رايح، يعني كان اقرب الى الزمالك، سجل في قائمه الزمالك او اتحجز له مكان. بس الكوبري اللي انا عملته شريف عبد الفضيل لا الاشتراك قبل ده، قبل ده، ده في كوبري مهم جدا. ده انا بقى عملت كوبري بين الاسماعيلي والزمالك، والزمالك انت عملت فرع لكوبري الاهلي في الزمالك. تصور، يقال ان انا من ضمن الناس اللي كنت بحرضهم. الكابتن اسلام اللي راح الزمالك، والزمالك بعته اظن اتحاد جده، وجاء من اتحاد جده هو عنده بند، لما شعر الزمالك مش محتاجه راح مفعل البند بفسخ بالشرط الجزائي وجاء الى النادي الاهلي. ده في كوبري تاني انت ما ذكرتوش انا بفكرهم بيه. قول لي ما انت مصمم الكباري. كوبري الكابتن سيد معوض. اللي انا قعدت مع الاستاذ يحيى الكومي في احد الفنادق واتفقنا، والراجل طلب 6 مليون جنيه ووافقنا. هو اللي كلم الكابتن انوس في الاسماعيليه قال له جهاز الاستغناء وتعالى جيب وصل عشان هتستلم وصل شيك ب 6 مليون جنيه. وانا رحت خلصت الشيك ورجعت لقيت ان الدنيا مقلوبه والكلام ما ينفعش. فكانت النتيجه كان هيبقى 6 مليون وتنازل الكابتن سيد معوض عن 260 الف دولار. يعني شوف وقتها كان بكام، يعني صفقة تقترب من ال 10 مليون او ال 12 مليون. بعد كده الاسماعيلي راح بيعه بحوالي 850 او 900 الف دولار لنادي تركي، نادي يوناني او تركي اظن يوناني. وبعد كده النادي اليوناني اعاره بنيه البيع. تركي. لا هو الاعاره ما كانتش ب 900، العاره كانت بمبلغ اظن 100 150، ولو عايزه يكمل معاه هيدفع 900. فلما يفعل بند الشراء نروح احنا، هو كابتن سيد اللي ما قدرش يكمل وقال انا مش قادر انا لازم ارجع مصر. فروحنا اشتريناه من نادي الاجنبي. فين الكباري اللي هنا دي؟ يعني فين الكباري؟ الاهلي لو كان استنى ست شهور كان خد عبد الله السعيد ببلاش من الاسماعيلي. دي بقى المهمه جدا. لكن تقديرا للنادي الاسماعيلي والله الاهلي دفع للاسماعيلي في عبد الله السعيد 6.5 مليون جنيه مع اعاره لاعب كان امير سعيود. وقتها امير سعيود اللاعب الجزائري الموهوب للنادي الاسماعيلي. يعني انتوا شايفين الاهلي ست شهور لو سكت يجيب عبد الله السعيد. حد يقول لي طب ما هو الاهلي استنى لما يبقى عبد الله السعيد او خالد بيبو. الكلام ده يعني موجه لجماهير الاسماعيلي لان هيتلعب في دماغكم تاني وتالت. كل ما الامور تبني الحقائق من خلال نجومكم نرجع تاني ناس تعبس في هذه العلاقه. اللي انا بقدم من دلوقتي بلاغ ان ضد التحريض. ده يا جماعه تسميم الابار اللي بين الاهلي وبين الجماهير اللي اصفر في لحظه ما على سقوط شهداء. يتقال لك ما هو خالد بيبو الاهلي خده، خالد بيبو عقده خلص مع الاسماعيلي. طب اقول لك سر؟ انتقال حر. اقول لك سر؟ والله 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 هذا حدث. ايوه. ان احنا قبل ما من السويس قبل ما اروح الاسماعيلي ان انا كنت بجيبه للنادي الاهلي. وسام السويس شايل في الوقت ده. استنى، في الوقت ده كنا بنتفاوض مع الاسماعيلي الذي قرر انه فاضل له 6 اشهر في عقده، اللي هيدفع 100,000 دولار والزمالك كان متقدم بهذا المبلغ، هيسيب اللعيب يختار اهلي ولا زمالك. كابتن احمد حسن، ولما الاهلي مضى كابتن احمد حسن وكتب الشيك وراح يدفع النادي الاسماعيلي، الاستاذ مدحت الورداني وقتها ثار وهاج ومجى وقابل الكابتن صالح مع المهندس اسماعيل عثمان عشان يقول له الجمله الشهيره لو كان لزمالك ان وافق الاهلي لا، والكابتن صالح يزعم من هذا. وبعد كده الكابتن احمد سافر الى تركيا. شوف الكوبري بقى ده. تركيا 13 سنه، بلجيكا مصر و13 سنه. بس ده كنت بطيء لان استغرق الكوبري طول 12 سنه في ده الدائري بقى. يا جماعه يا اهل الاسماعيليه الكرام الذين نحبهم كثيرا، هذا كلام والله لا يقال. لكن سيبك كل ده اللي يخصنا، مش يعني صحيح اللي انتوا عايزينه، لكن ما قيل في حق النادي الاهلي في هذا البرنامج عن طريق البي اللي كان مسؤول جوه قناه الاهلي وفي اللجنه الاعلاميه التي اخترقت النادي الاهلي في غفله من الزمن في مجلس اداره ربه مرارا وتكرارا، وسيحاسب التاريخ
هذا المجلس على انه سمح بهذا الاختراق اللي بندفع ثمنه لحد النهارده. الراجل طلع تطاول على النادي الاهلي من اساءات وتطاولات باساءات، وقال لك هو الاهلي اللي بيعمل كده، في الناس طالع يعيط ليه دلوقتي. فلما تنبه مقدم البرنامج لا 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 اوعى مش عارف ايه، قال يعني وبرضه رجع تاني عمل اساءات اخرى رفضها المحترم شريف عبد القادر في هذا البرنامج. انا عايز اقول لك ايه، ما علينا، ما يحدث الان في محاوله تصدير المشاكل اللي كل ما تنام نحييها، والوهم الذي كلما نكشف حقائقه نرجع نصر عليها باساءات، انا ارجو الا يعني يمر هذا الامر مرور الكرام. نتمنى. لكن الكلام على الصفقات، اعتقد حضراتكم كلكم فاكرين ان الاسماعيلي اخذ من الاهلي 39 لاعب، والاهلي اخذ 29، والزمالك او الاهلي اخذ 17، والاسماعيلي اخذ، الزمالك اخذ من الاسماعيلي 29. ذنب الاهلي ان اللعيبه اللي بتيجي للاهلي بتنجح، فبتحلو في عين الناس. هي بتكسب بطولات مع الاهلي، ما هي بتنجح، بتنجح بيكسب. بتنجح في مسيرتها، فبالتالي بتبص لهم هذه النظره. لكن دايما وابدا كل اللي بننشده، يا جماعه ارجوكوا راعوا مشاعر الجماهير، ارجوكوا بلاش ضغط على اعصاب الجماهير واثاره كل هذه الشائعات وهذه الفتن. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن ناس محترمه قوي. اهلا بحضراتكم من جديد. حسين الشحات نجم الاهلي مش هيلعب مباراه الاهلي مع المريخ اللي الكاف حددها او اجلها اليوم 16 فبراير، ومش هيلعب كمان المباراه اللي بعديها، ده بقرار من الكاف. ليه؟ النهارده الاتحاد الافريقي لجنه الانضباط فيه اعتمدت العقوبات الخاصه بالاهلي والزمالك عن المباراه النهائيه في دوري الابطال. قررت لجنه الانضباط ايقاف اللاعب كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك 4 مباريات مقبله من بطولات الاتحاد الافريقي. إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات مقبلة من بطولات الاتحاد الأفريقي، يعني مصطفى محمد عنده 4 ماتشات مش هيلعبهم. غرامة قدرها 10,000 دولار على ناديي، على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه. إيقاف حسين الشحات 4 مباريات، تم إيقافه 2 مباريات وباقي له في العقوبة 2 مباريات مقبلتين. فيما يتعلق بمباراة المقاولين مع النجم الساحلي في الكونفدرالية، قررت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف لاعب المقاولين أحمد محمد شيمي في مبارياته 6 المقبلة. يعني المقاولين لو لعب في أفريقيا 6 مباريات على بعضهم، محمد أحمد الشيمي مش هيلعب مع تعليق 4 منها، يعني هيتوقف 2 والأربعة هيبقوا معلقين مع وقف التنفيذ. إذا صدر منه أي حاجة كده ولا كده يرجع ينفذ الأربعة، قال لك ما لم يكن مذنبا فيما بعد. وقررت اللجنة أيضا فرض غرامة مالية على اللاعب قدرها 5,000 دولار لسوء سلوكه المؤسف أثناء المباراة اللي المقاولين الحاكم ظلم فيها ظلم بين. والكاف بيعلن تأجيل مباراة للأهلي في دوري الأبطال، قلت لحضراتكم عليها، هي مع المريخ السوداني في افتتاح دوري المجموعات النهاردة. والأهلي مش هيخلص، استوديوهات التحكيم في الدوري المصري بقوا معنيين في كل مباراة فتش على خطأ لم يحدث للأهلي، لانه الحياه بقت المساله اوفر جدا يا كابتن وجيه لكل الاخوه الحكام. الاهلي لا يحتسب بالظبط. اوكي، الشوط الاولاني كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي الكبير في غرفه الفار لغى قرار الحكم، فيما الحكم اتخذ قرار بضربه جزاء للاهلي، الفار لغاها، مش مختلفين. الاهلي له ضربه جزاء لم تحتسب في الشوط الاول، ده مش راينا، ده كان راي الكابتن سمير عثمان في اون تايم سبورتس. نشوف الكره دي برضو ما اتعادتش، وده النهارده حاجه غريبه جدا بصراحه. اما نيجي نبص على الكره، هي فعلا نزلت على ايد لعيب نادي المقاولين الشمال، بس تعتبر ايده جوه جسمه، ما اتعادتش الكره، والفي ار راجع الكره دي بس ما رجعش اللي جاي. عاوزين نركز بقى على الكره اللي جايه دي، كره مهمه جدا ودي اهم كره في المباراه. احنا عاملين لايت على الاثنين اللي بيجروا، الشاشه دلوقتي بس هنا، بص هنا هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي. حكم الفيديو عاد الكره اللي هي اللي نزلت على ايد نادي المقاولين العرب اللي هي كانت واضحه طبعا استمرار اللعب، بس الكره دي ما اتعادتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها ان
ولا حكم الفيديو نداه يعني ولا شاف. يعني من وجهة نظرك دي ضربة جزاء؟ دي ركلة جزاء. عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي اما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله، الاثنين بيجروا كفراودو يحسوا اعتقد بالكره دي، وانت بتجري اللمسه وانت بتجري اللمسه هتغير التوازن وما تقدرش تخلي تعمل سيطره على الكره. هي طبعا هنا الاعاده، طبعا هنا تشوف سمير لعيب نادي المقاولين دي الكره اللي احنا بنتكلم عليها تمام. بعد كده هي دي شايف. طبعا الحكم كابتن نظره راح على الكوره تمام، حضرتك تتفرج الحكم نظره راح مع الكوره، ما عشان كده انا نظري راح على الكوره، في واحد تاني قاعد في الفيديو الفار لازم يكون نظره مركز في الكوره. صح دي عندي خلي طبعا الجهاز يتكلم، عشان كده بقول لك محمد ابو حافظ الحكم الرابع اكتر واحد اتكلم. يعني محتاجين نتكلم كل حلقه في الموضوع، الفار ينتقي ما يلغي به العاب الاهلي المشكوك فيها، ولا يعيد ولا يستدعي ولا يعطي الاهلي حقه عندما يا جماعه هو ده. والنبي وحدوا المسطره، نبوس ايديكم يا اخوانا، المساله في الفار بقت خطيره جدا. خلاصه ازمه الشناوي في القضيه الكاشفه الكاسفه انه اذا كان فعلا بنطالب اللعيبه وبنطالب الشناوي وكل لعيبه النادي الاهلي خلاص نتجنب اي نقاش بعد المباراه او اثناء المباراه مع الساده الحكام، والكره هتعتدل وهتنتظم وهتحترم لما نرجع نقول للسيد الحكم، وقتها الحكم هيبقى مفتح عينيه وهيحكم بمسطره واحده. اشرت لكم قبل الفاصل الى الحديث عن شخصيات محترمه جدا تمثل بالنسبه لتاريخ النادي الاهلي الشموع الحمراء، عبد الخالق ثروت باشا. شوفوا التاريخ لما يتحدث عن رمز من رموز النادي الاهلي واحد مؤسسيه. هنشوف هذا التقرير عن عبد الخالق ثروت باشا احد مؤسسي النادي الاهلي واحد رؤسائه، ونسيب بقى المهندس عادل القيعي يتحدث. النادي الأهلي بقمم كبيرة ونماذج مشرفة سطرت أسماءها بأحرف من ذهب في تاريخ مصر، وعلى رأس هؤلاء عبد الخالق ثروت باشا أحد المؤسسين والرئيس الثالث للنادي الأهلي. ولد محمد عبد الخالق ثروت عام 1873، كان أبوه من أصل أناضولي من كبار الحكام في عهد محمد علي الكبير، أرسله أبوه إلى مدرسة عابدين حتى إذا نال شهادة الدراسة الثانوية التحق بمدرسة الحقوق، وكان أول الناجحين في إجازة الليسانس سنة 1893. وصفه لطفي بيك السيد زميله في الدراسة بأنه شاب حسن الطلعة مترفع في غير كبر سهل الأخلاق محبب العشرة. وحكى عبد العزيز البشري في كتابه في المرآة أن عبد الخالق ثروت عندما كان تلميذا في مدرسة الحقوق زار مع والده عالما من أجل علماء عصره وجادله في أمر من أمور الدين مجادلة الأكفاء، وحاوره في تعاليل أحكامه محاورة النظراء حتى انبعث لسان الشيخ العظيم بتسبيح من خلق هذا الغلام. عمل بعد تخرجه في سلك القضاء حتى وصل لمنصب النائب العام، اختاره حسين رشدي باشا وزيرا للحقانية، ثم اختاره عدلي يكم باشا وزيرا للداخلية. تولى رئاسة الوزراء لفترتين، ويعد أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء وكان عمره 49 عاما. كان عبد الخالق ثروت باشا صديقا حميما للدكتور طه حسين، ووصفه عميد الأدب العربي بأنه كان عظيم مصر. عبد الخالق ثروت أحد المشاركين في تأسيس النادي الأهلي، وفي 9 فبراير عام 1916 تولى رئاسة النادي وظل في منصبه حتى عام 1924. ويعتبر الإنجاز الأبرز في فترة رئاسته أنه أول من وضع قانون النادي الأهلي. عبد الخالق ثروت باشا رسخ حقيقة أن الأهلي فوق الجميع
وذلك في عام 1918 عندما تقدم 6 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم باستقالاتهم لمجلس الإدارة، وذلك قبل انطلاقة منافسات الكأس السلطانية. ووجد مجلس الإدارة أن استقالة اللاعبين تأتي بداعي الانتقال للمنافس، فوافق لهم على الرحيل فورا ودون النظر لأي اعتبارات، ليتراجع 4 منهم ويتقدموا باعتذار قبله مجلس الإدارة. وفي 25 من نوفمبر عام 1927 تم انتخابه رئيس شرف النادي الأهلي مدى الحياة، وتوفي الراحل في يوم 22 من سبتمبر عام 1928، وكرمته الدولة وأطلق اسمه على أحد شوارع القاهرة الرئيسية في منطقة وسط البلد. وبكت مصر ثروة، وتقدمت دول العالم كلها بتعازيها فيه، وتناولت الصحافة أعماله مؤمنة بأنه سيبقى علما في تاريخ مصر والنادي الأهلي. عظيم مصر، أحد عظماء النادي الأهلي. عظيم مصر ده وصف أطلق عليه من لطفي السيد. لا، من طه حسين. من طه حسين. هو يعني وزير حقانية، وزير داخلية، وزير حقانية مع رشدي باشا، وزير داخلية مع عدلي يكن، ترأس الوزارة مرتين وعمره 49 سنة، ترأس النادي الأهلي، وضع قانون النادي الأهلي. لك أن تزهو تماما برموز النادي الأهلي اللي أسسه هذا النادي بالشكل ده. عظيم يا أهلي، عظيم يا رموز النادي الأهلي. تشوف عبد الخالق باشا ثروت في الجمعية العمومية وقتها وبيستهلها، بيقول لهم محدش بعد ما بيسترجعوا هم عملوا إيه، قال لهم لا، إذا كان لأحد أن يذكر بالفضل اليوم عمر لطفي فهو لعمر بيك لطفي. هو الأهلي، وأقول لك الأهلي فوق الجميع. قبل ما تبقى شعار أطلق في انتخابات النادي الأهلي في التسعينات، لا، هو طبقه لما قال لك اللي عايز يمشي مع السلامة بدون غضاضة وتروح للمنافس. هكذا أنشئ النادي الأهلي. ياللي ساعات بعض الأهلوية يقول لك مبادئ وقيم، سيب المنافس يحاول يلطش في الحتة دي، لكن أنت عليك تزهو وتتمسك وتعيش مبادئ النادي الأهلي وعدم رموزه. وسر التاسعة، ما تنسوش بكرة 9 مساء، مساء الجمعة، على قناة الأهلي على اليوتيوب، المركز الإعلامي للنادي هيبثلكوا الفيلم الوثائقي لسر التاسعة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 8 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.